بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فهذه هي المحاضرة الخامسة إن شاء الله، وعود على بدء، والعود أحمد. ولعلنا في المرات الماضية تكلمنا عن تقسيمات للاسم وتقسيمات للفعل وتقسيمات للحرف، ثم دخلنا على الإعراب والبناء، ودخلنا على علامات الإعراب وعلامات البناء، وقلنا إن علامات الإعراب منها أصلي ومنها فرعي. فالأصلي منها أربعة: الضمة والفتحة والكسرة والسكون، والفرعي منها عشرة. ودخلنا على المعربات بالحركات، المعربات بعلامات فرعية، والمعربات بعلامات أصلية. تكلمنا في الاسم على المعربات منه بعلامات فرعية، وذكرنا أول ما ذكرنا المثنى. قلنا إن المثنى يرفع بالألف، وهذه الألف نيابة عن الضمة، وينصب بالياء نيابة عن الفتحة، ويجر بالياء أيضا نيابة عن الكسرة. كذلك تكلمنا عن جمع المذكر السالم، قلنا إنه يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب بالياء نيابة عن الفتحة، ويجر بالياء أيضا نيابة عن الكسرة. كذلك أيضا ذكرنا جمع المؤنث السالم، قلنا إنه يرفع بالضمة على الأصل، وينصب بالكسرة على الفرع، ويجر بالكسرة على الأصل. يعني درسنا المثنى، إعراب المثنى، إعراب جمع المذكر السالم، وإعراب جمع المؤنث السالم. اليوم إن شاء الله ندرس إعراب جمع التكسير، هذا يعرب بعلامات أصلية. الآن نحن ندرس المعربات بعلامات فرعية. بدأنا بالمعربات بعلامات فرعية من الاسم، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم. اليوم الأسماء الستة أو الخمسة إن شئت. الأسماء الستة ما هي؟ إعراب الأسماء الستة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذوك أو ذو مال وهنوك. الأب معروف، والأخ معروف، والحم أقارب زوج المرأة أو أقارب زوج المرأة، المرأة أقارب زوجها هم حموها. وربما كان العكس، أقارب زوجة الرجل، هذا على الفرع ليس على الأصل. والفو هو الفم، والفو والفم واحد، والجمع أفوام
أفوه لا أفواه أفواه فم الجمع أفواه وفوه الجمع أفواه أيضا وذو بمعنى صاحب وهنو الهنو هو الشيء وربما استعملوا الهنو هو ما يستقبح الشيء المستقبح ذكره يعني هنو إما أن يكون الشيء وإما أن يكون الشيء القبيح نعم. إذن كلمة ذو هنا بمعنى صاحب ربما تأتي ذو في اللغة العربية بمعنى آخر بمعنى الذي والتي معنى هنا بمعنى صاحب وهنو بمعنى شيء أو الشيء القبيح أو مستقبح ذكره في قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا بدعوى الجاهلية فأعضوه بهني أبيه طيب هذه أسماء كيف إعرابها بالعلامات الفرعية الاسم كما قلنا يرفع وينصب الاسم يرفع وينصب ويجر من هذا الذي يلقي الشبهات ويجر نعم كيف يرفع ما العلامة الآن انتبهوا بارك الله فيكم ما زلنا نتكلم على العلامات الفرعية التي يعرب بها الاسم أو الفعل الآن نقول لك هذا الفعل عندما يكون مرفوعا علامته ما هي بعد ذلك نقول لك متى يكون هذا الاسم أو هذا الفعل مرفوعا أو إلى آخره يرفع هنا العلامة الواو الواو هذه في الرفع أصلية أو فرعية فرعية ينصب ب بالألف الألف أصلية أو فرعية ويجر بالياء حسن طيب عندما تعربه بالرفع سيكون هنا الواو صحيح هنا بالألف هنا بالياء هنا سنقول أبو أخو حمو فو ذو هنو هنا أبا أخا حما فا ذا ما هذا
كذلك هنا سنقول أبيك أخي حميك فيك طيب هذه الأسماء عندما تعرب هل تعرب هكذا أو لها شروط حتى تعرب بهذا الإعراب لا شك لها شروط ما شروط إعرابها بهذا الإعراب لتعربها بهذا الإعراب لها شروط هذه الشروط أن تكون هذه الأسماء مفردة يعني ليست مثنى وليست جمعا وأن تكون هذه الأسماء أيضا كما هي هكذا مكبرة ليست مصغرة ما معنى مصغرة مثلا كلمة أب أبي أبوك كيف في التصغير أبي نعم أب أبي مثل كتاب كتيب هذا تصغير أخ أخي وهكذا هنا تكون ليست مصغرة كما يقال مكبرة بعد ذلك أن تكون مضافة ليس أو ليست مضافا إليها أن تكون مضافا مضافة هذا الشرط وعندما تكون مضافة تكون الإضافة ليست لياء المتكلم لا أضيفها لي ليست مضافة مع الضمير أنا تكون مضافة لغير ياء المتكلم ياء المتكلم هنا التي تكون مع الضمير أنا أخي أبي حمي وهكذا إلى هنا في هذه الشروط مشكلة هذه الشروط تكون مع كل الأسماء مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم هكذا مع كل هذه الأسماء يعني إذا أخذت اسما من هذه الأسماء وإذا أردت أن تعربه هذا الإعراب فانظر فيه هل هو مفرد؟ مفرد الحمد لله استوفى الشرط الأول انظر في الشرط الثاني هل هو مصغر أو ليس مصغر ليس مصغر الحمد لله الثالث مضاف أم ليس مضافا ليس مضافا اترك مضاف هاته إذا كان مضافا لكن لياء المتكلم كأخي أبي اتركه أيضا لا تعربه بهذا الإعراب ثم هذا عام مع كل هذه الأسماء بعض الأسماء مثل فو وذو تشترط شروطا زائدة على هذا ما هي الشروط الزائدة على هذه الشروط كلمة فو هذه يكون ليس فيها ميم يعني لا تكون فم فم خلاص ستعرب على العلامات الأصلية هذا فم ونظفت فما ونظرت إلى فم
هذا مع فو، مع ذو أن تكون ذو بمعنى صاحب، بمعنى الذي ليس معنى، ستكون مبنية، تكون هنا بمعنى صاحب. لا شرط آخر، لكن اعرف هذا الآن. إذن هذه الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وهذه العلامات علامات فرعية. هنا مثلا كلمة أبوك تحتاج هنا إلى لا إلى الكاف. نعم، ما هذا الكاف؟ ما هذا في هذه الشروط؟ مضافة، هذه أب، هذه مفرد وليست مصغرة، نريدها مضافة ليست لياء المتكلم. نزيد هنا شرطا، نريد هنا أكتب هنا مضاف إليه، ليس ياء المتكلم، مفهوم هذا؟ يعني مثلا هذا كتاب محمد، محمد هنا مضاف إليه، واعرف أن المضاف إليه دائما مجرور، وكتاب هنا قبل المضاف إليه المضاف. طيب المضاف إليه، المضاف هذا يكون مرفوعا أو منصوبا أم مجرورا؟ هذا كما هو في هذه الجملة، هذه جملة اسمية وهذا مبتدأ وهذا الخبر، تقول هذا كتاب محمد. لو صنعنا جملة على مثل هذه الجملة، قلنا مثلا هذا أبو الطالب، هذا كلمة هذا هنا هي المبتدأ، نعم، أبو الخبر، وأبو خبر مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع. طبعا هذا كلمة هذا درسنا هذا من أسماء الإشارة، وأسماء الإشارة مبنية أم معربة؟ مبنية. نعم، تقول هنا اسم إشارة مبني على السكون. نعم، وهذا لماذا ليس له محل من الإعراب؟ هنا له محل. نعم، أو كل المبنيات لا محل لها؟ لا، أحيانا المبني يأتي مكان المعرب، ممكن أو لا؟ ممكن. كيف؟ علي إمام، جملة اسمية هذه أو لا؟ وعلي وإمام. طيب لو قلت أنت إمام، ها، هذه أنت أتت مكان من؟ مكان علي، وأنت مبنية في محل من؟ في محل رفع مكان علي. نعم، هنا أبو هذا خبر مرفوع،
وعلامة رفعه هنا الواو، لماذا؟ هنا العلامة الواو، صحيح؟ وقلت لك عندما تذكر علامة فرعية قل السبب، لماذا أنت أعطيتها في الرفع الواو؟ لأنه من الأسماء الستة، طيب هل توفرت فيه الشروط؟ مفرد، مفرد، ليس مصغرا، ليس مصغرا، مضاف، أين المضاف إليه له؟ هذا مضاف، نعم، وهذا هو المضاف إليه، بعده مضاف إليه. طيب هذا يحتاج شرطا آخر، كلمة أب تحتاج شرطا آخر؟ لا تحتاج، الحمد لله، استوفت الشروط، مفردة، ست مصغرة ومضافة لغير ياء المتكلم. لو قلت مثلا هذا أبي، سنعربها بهذا الإعراب أو لا؟ ها؟ مفردة، نعم، أب مفردة ليست مصغرة، مضافة، نعم، مضافة، أبي أنا، لكنها لياء المتكلم، خلاص لا تدخل معنا في هذا الإعراب، لم تستوف الشروط، نعم، فليست معنا مصغرة. لو أب مصغرة تكون أبي، أبي بن كعب، أبي صغير هكذا، أخي، يا أخي، نعم، هذا التصغير، مثل ما تقول أنت كتاب، كتيب، رجل، رجيل، هكذا. نعم. طيب لو قلنا الإخوة أصحاء، هنا هذه الكلمة أعربت بهذا الإعراب، إعراب الأسماء الستة أو لا؟ لماذا؟ ها؟ فقدت شرطا، لأنها ليست مفردة، خلاص تعرب بالعلامات الأصلية مع جمع التكسير. نعم، الإخوة هنا مرفوعة العلامة الضمة، وهنا هذا الخبر العلامة الضمة أيضا أصلية. طيب هنا هذا مضاف، قلنا هذا أبو الطالب، طيب لو قلت لك هذا أبوك يصح؟ صح أو لا؟ يصح، نعم. طيب هذا مفرد وليس مصغرا ومضافا لغير ياء المتكلم. طيب لو أعربنا هنا هذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، وأبو خبر مرفوع والعلامة الواو، وهو مضاف والكاف
ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. من هنا تعلم أن المضاف إلى هذه الأسماء إما أن يكون اسم هكذا أو اسم ظاهر أو ضمير. هذا أبوكما يصح، هذا أبوهما، هذا أبوهن مع كل الضمائر يصح. نعم. إذن هنا تضع هنا مضاف، تضع تكتب هنا اكتب مضافا إليه ليس لياء المتكلم مع كل هذه الأسماء. كذلك هنا وكذلك هنا. هكذا مع كل. وإما أن يكون هذا اسما ظاهرا أو ضميرا لا يضرنك هذا. هناك مشكلة في الأسماء الستة وإعرابها. قوله تعالى قال أبوهم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فعل ماض مبني على الفتح. من قال؟ أبوهم. أبو هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف. وهم نعم أحسنت. طيب قوله تعالى إن أبانا، إن حرف توكيد ونصب، نعم، مبني على الفتح، نعم، لا محل له من الإعراب. أبانا، إن أبانا اسمه إن منصوب علامة نصبه منصوب الألف لأنه من الأسماء الستة. طيب هنا أكتب مثالا تحت كل علامة إعراب. يعني هنا مع الرفع نكتب لك مثالا، مثلا هنا قال أبوهم. الآية قال فعل ماض مبني على الفتح. أبو فاعل مرفوع والعلامة الواو لأنه من الأسماء الستة وهكذا تكتب وهو مضاف. أين المضاف إليه؟ هذا الضمير هم، هذا اسم أو فعل أو حرف؟ ضمير يعني اسم، نعم ضمير. الضمائر كلها مبنية أو معربة؟ مبني. هنا مبني على له محل أو لا محل؟
في محل جر مضاف إليه. صعب هذا؟ أيضا قوله تعالى وأبونا شيخ كبير، هنا لا مكان يعني اكتبها هنا. من يعرب؟ هذه جملة اسمية أو فعلية؟ أبونا شيخ كبير اسمية، أين أولها؟ أين أول الجملة؟ الواو لا عليك منها، اتركها. نعم، هذه مبتدأ والمبتدأ يكون مرفوعا، العلامة هنا الواو. نعم، وقلنا هذا الاسم إذا أتى يأتي بعده ضمير، هذا الضمير يكون لا مضافا إليه. هنا في الشروط اكتب بعده مضافا إليه. نعم، أي اسم بعده ضمير سيكون هذا الضمير مضافا إليه. طيب، حرف جر بعده ضمير، هذا الضمير يكون في محل اسم مجرور، صحيح؟ طيب، لو عندك فعل بعده ضمير إما فاعل أو نائب عن الفاعل وإما مفعول به، هذا بخصوص الضمير، إعراب الضمير، هذه الإعرابات هذه تريحك قليلا إن شاء الله. طيب، نريد مثالا مع النصب هنا. مثلا رأيت ورأيت أبا علي أو أبو علي أو أبي علي، لماذا؟ لأنه منصوب، لماذا منصوب هنا؟ مفعول به. نعم، هنا رأى هذا فعل، نعم، ماضي مبني على السكون مع الضمير، ضمير الفاعل، والتاء هذه ضمير في محل رفع فاعل، وأبى مفعول به منصوب، والعلامة انتبه الألف، لماذا الألف؟ لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف، وعلي مضاف إليه.
جيب. رأيت أبو علي، هذا صحيح؟ رأيت أبا علي. ولذلك قال من قال جمل المنطقة بالنحو فمن نسيت البيت سبحان الله، فمن يترك الإعراب بالنطق اختبل، نسيت. جمل المنطقة كلامك بالنحو، فمن يترك الإعراب بالنطق سبحان الله. على كل هذا مثال مع المنصوب، مثال مع المجرور. رجعوا إلى أبيهم، مثالا أيسر. هذا لا شك أيسر، القرآن أيسر. رجعوا إلى أبيهم، هنا عندك إلى هذا حرف جر، بعده اسم مجرور، هنا مجرور علامة جره الياء. لماذا الياء؟ لأنه من الأسماء الستة، تحققت شروطه، مفرد ليس مصغرا، مضاف ليس الياء المتكلم. هذا اسم مجرور والعلامة الياء، أنه من الأسماء الستة. أعربناها شفهيا هكذا، الواو حسب ما قبلها، وأبو هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف، والنا ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وشيخ هذا الخبر، أبو مبتدأ وشيخ خبر، مرفوع والعلامة الضمة. وكبير هذه صفة أو نعت مرفوع كمثل ما قبله والعلامة الضمة. طيب لو سألك سائل ما إعراب الأسماء الستة، كيف تقول؟ ترفع بالواو نيابة عن الضمة. تنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. ما شروطها؟ مفردة، مكبرة، مضافة لغير ياء المتكلم، معفو الكلمة لا يكون فيها حرف الميم، تكون خالية من الميم ليست فم، ومعذو أن تكون بمعنى صاحب. نعم، رأيت ذا علم، هذا عالم، وهذا رجل ذو علم، وهذا كتاب رجل ذي علم. نعم، انتهيتم من الكتابة؟
لعلنا هكذا يعني انتهينا من المعربات بعلامات فرعية من الاسم المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم المنصوب والأسماء الستة. طيب إذا دخلنا على الفعل المضارع، ما هي الحالات التي يعرب فيها الفعل المضارع بعلامات فرعية؟ بداية أنتم تعرفون بالنظر إلى نهاية أو إلى آخر الفعل المضارع فإنه ينقسم إلى قسمين، إما وإما، صحيح الآخر أو معتل الآخر. معتل يعني مريض، نعم، في آخره حرف من حروف العلة، إما الواو وإما الياء وإما الألف. مثال: يدعو، يسمو، يمشي، يصلي، يسعى، ينهى، يخشى، وهكذا. هنا الواو حرف علة، الياء، الألف، الألف، نعم. هنا من الأشياء التي تعرب بعلامات فرعية في المضارع الفعل المضارع المعتل الآخر. طيب المعتل الآخر أو الفعل المضارع إما أن يكون هنا يرفع وينصب ويجزم، الأصل يرفع بالضمة، هنا يرفع بالضمة، يرفع بالضم. إذا ما المشكلة؟ لماذا أدخلناه في المعربات بعلامات فرعية؟ اصبر لا تعجلا. ينصب بالفتحة، يجزم ب لا، هذا المعتل الآخر هنا يعرب بعلامات فرعية فيجزم ب بحذف حرف العلة، حرف العلة، الحرف المريض، الواو، الياء، الألف. عندك هنا المعتل الآخر إما بالواو أو بالياء أو بالألف. مثلا هنا يدعو، يمشي، يصلي، ينهى. إذا جاء مرفوعا هنا سيرفع بالضمة، لكن انتبه
مثال مثلا هنا في يدعو مرفوع بالضمة. نعم أريد الفعل يدعو في مثال. جملة فعلية تبدأ بفعل يدعو المسلم الله. هذه جملة فعلية وهذا الفعل مضارع مرفوع العلامة الضمة. لكن أين الضمة؟ نضع الضمة هنا. اقرأ هكذا. نقول يدعو و لا لا يصلح هذا، هذا ثقيل على اللسان، والثقل على اللسان في العربية منفي عنها. لا نقول يدعو. نعم الضمة موجودة لكن موجودة عندنا هنا. نعم نقول هذه الضمة. إيه نعم هو هذا الفعل مرفوع والعلامة الضمة، لكن هذه الضمة مقدرة في عقولنا. نعم كأنها موجودة لكنها ليست بظاهرة. نقول هذا مرفوع العلامة الضمة المقدرة. هذا المثال مع يمشي. ائت بمثال فيه فيه يمشي مرفوعا. يمشي المسلم إلى المسجد. يمشي هنا مرفوع نعم، والعلامة هذا فعل معتل الآخر بالياء. نعم ضع له الضمة، وضع له الضمة. يمشي ثقيل على اللسان لا يصلح. نقول هذا أيضا مرفوع بالضمة لكن الضمة المقدرة. معنى المقدرة يعني كيف تقرأ ولا تكتب؟ لا تقرأ ولا تكتب. نعم أنا أسأل الآن عن معنى كلمة مقدرة. مقدرة في عقولنا كأنها موجودة نعم في الرؤوس. نعم ينهى عن ينهى المسلم عن المنكر. هنا ينهى هذا فعل مضارع مرفوع، لكن انتبه هذا الفعل معتل الآخر مريض آخره بالألف. طيب ضع له الضمة ينهى لا يصلح لا تأتي هذا. نقول هذا مرفوع الضمة نعم لكن هذه الضمة مقدرة. لو أردت أن تعرف من أنت منع من ظهورها هنا الثقال، الثقال التعذر. نعم لكن اعرف فقط العلامات الآن.
هذا المضارع المعتل الآخر مرفوعا. طيب منصوبا، المضارع يكون منصوبا إذا وضعنا قبله أداة من أدوات النصب. لن نتكلم عن أدوات النصب الآن، نحن الآن في الإعراب وعلاماته. مثلا لن هذه تنصب الفعل المضارع، إذا وضعت لن قبل الفعل المضارع يكون منصوبا. طيب نعم نعم، مع مثلا مع صحيح الآخر نقول لن يكتب، هنا مع هذه مثلا نقول لن يدعو المسلمون غير الله. قلت لك منصوب بالفتحة، طيب اكتب الفتحة على هذا، اقرأ يدعو، سهلة سهلة. نقول هذا منصوب بالفتحة، هذه الفتحة ظاهرة ظاهرة، ليست مقدرة ليست مقدرة. لماذا منصوبة هنا؟ قبلها لن كما قلت لك. طيب مثال مع يمشي، لن يمشي المسلم إلى منكر. أحسنت. هنا يمشي هذا فعل مضارع، قبله لن، إذن يكون منصوبا، وهذا الفعل آخره ياء معتل الآخر ينصب بالفتحة، ضع الفتحة، اقرأ لن يمشي، سهلة سهلة. نعم نقول منصوب بالعلامة هنا الفتحة الظاهرة. مع ينهى لن ينهى المسلم عن المعروف. أحسنت. فعل نهى ينهى هذا مضارع، نعم قبله لن، إذن يكون منصوبا. اكتب الفتحة لن ينهى ثقيلة، لا تستطيع أصلا أن تنطق بها. نعم نقول هذا، إياك أن تظن أن هنا ينهى مع هذا المد أن هذه فتحة، لا هنا مد، عندك فتحة ثم ألف وفوق الألف فتحة، هذا لا يصلح، هذا يصعب بل يتعذر أن تنطق به. إذن نقول هنا هذا منصوب نعم بالفتحة نعم، لكن الفتحة مقدرة. إياك أن تخلط أو يشتبه الأمر عليك. إذن الفعل المضارع المعتل الآخر ينصب بالفتحة نعم، هذه الفتحة مع المعتل الآخر بالواو تكون ظاهرة، مع المعتل الآخر بالياء تكون ظاهرة، مع المعتل الآخر بالألف تكون مقدرة. في هذا مشكلة؟
الأذان. قلنا الفعل المضارع المعتل الآخر يكون مرفوعا بالضمة المقدرة إذا كان آخره واوا، وإذا كان آخره ياء، وإذا كان آخره ألفا. إذن الضمة تكون مقدرة في كل الأمور مع الواو والياء والألف، وتكون ظاهرة إذا كان آخر الفعل المضارع واوا أو ياء، تكون ظاهرة ومقدرة إذا كان آخر الفعل المضارع ألفا. يجزم بحذف حرف العل، تحذف هذا الحرف، تحذفه يعني تمسحه، الفعل على حاله وأنت تمسح هذا الحرف. الفعل المضارع يكون مجزوما إذا كان قبله مثلا لم. لو الجملة على حالها أو الفعل على حاله، ضع قبله لم، نقول لم يدعو، لا، سنحذف حرف العلة هنا، هذه الواو سنحذفها، والفعل يبقى كما هو، تقول لم يدعو المسلم غير الله، إذن هذا مجزوم والعلامة حذف حرف العلة. مثلا مع يمشي لم، لم يمشي المسلم إلى منكر، كان في الأصل مع الجزم العلامة كانت السكون، نعم، لكن لو وضعنا السكون هنا مع حرف من حروف العلة سيذهب السكون والياء، فلأجل هذا كان الفعل المضارع المعتل مجزوما بحذف هذا الحرف. تقول لم يمشي المسلم إلى منكر، كذلك هنا تقول لم ينهى المسلم عن معروف، هذا فعل مضارع قبله لم يكون مجزوما بحذف حرف العلة. تقول هنا لم يدعو، لم يمشي، لم ينهى، فقط أنت ستمسح هذا الحرف، حرف العلة. إذن العلامة هنا هي حذف حرف العلة مع الواو والياء والألف، تحذف هذه الحروف. تلخص لك من هذا كله أن من الأشياء من الأفعال التي تعرب بعلامات فرعية الفعل المضارع المعتل الآخر، فيرفع بالضمة المقدرة على الواو والياء
والألف، وينصب بالفتحة الظاهرة على الواو والياء والمقدرة على الألف، ويجزم بحذف حرف العلة مع الثلاث. نكتب هذا، يرفع بالضمة المقدرة على الواو والياء والألف، ينصب بالفتحة الظاهرة على الواو والياء، وينصب بالفتحة المقدرة على الألف، يجزم بحذف حرف العلة الواو والياء والألف. هذا إعرابه. أي سؤال في هذا؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.